هلا زينب رح نروح لاولى محطاتنا، وبما اننا امام قلعه حلب المعلم الابرز التاريخي والاثري والحضاري في مدينه حلب، رح نحكي اليوم عن محطات وتاريخ هذه القلعه، وايضا كيف قاومت وصمدت وبقيت عنوان للصمود في المدينه القديمه. اكيد رح نتعرف اكثر على ابرز النشاطات التي تقام بقلعه حلب بعد اعاده افتتاحها للجمهور مع ضيفنا بصباحنا غير لليوم الاستاذ نور حباق مدير قلعة حلب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك اهلا استاذ نور. وسهلا، شرفت وصباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباحك حلبي. خلينا نقول اليوم بحلقتنا بدنا نعرف شوي عن تاريخ القلعة، هي معلم لكل مين بزور حلب دائما بيحبوا يعرفوا، فخلينا نحكي نعطي المشاهدين شوي لمحة تاريخية عن تاريخ القلعة. اهلا وسهلا. هلا بداية نحن بنحب نبارك للسوريين جميعا، يعني شعبا وقيادة، الانتصارات اللي تحققت من 3 سنين، وإن شاء الله تستمر لتحرير باقي الأراضي السورية وعودتها إلى سيادة الوطن. قلعة حلب المميز فيها أنه هي عبارة عن تراكم تاريخي وحضاري معبر عن منطقة بلاد الشام عموما، وخاصة منطقة حلب، كون مدينة حلب هي ممر تجاري واقتصادي ما بين الأناضول شمالا والجزيرة العربية جنوبا وشرقا والبحر المتوسط غربا. بداية قلعة حلب هي بالبداية لم تكن قلعة، هي كانت نواة المدينة الشرقية القديمة، كان في عنا المعبد بيرجع للألف الثاني قبل الميلاد، المعبد الحثي، طبعا هو عبارة عن ملتقى للثقافات والحضارات اللي كانت موجودة في بلاد الشام، فيه الحثيين، فيه الأشوريين، فيه الأراميين، فيه الساميين اللي كانوا موجودين في مدينة حلب. انتقلنا فيما بعد إلى العصر اليوناني أو الهلنستي. بداية كانت بداية الانطلاق اعتبار هذا التل موقع عسكري، يعني بداية التحصينات وبداية التسويرات، هكذا تقول المصادر التاريخية. نعم. ثم انتقلنا للعصر الروماني فالبيزنطي، في الفترة البيزنطية أخذت طابع أكبر، تذكر مصادر التاريخ أنه تم إنشاء بعض الكنائس فيها، إضافة إلى المنشآت الدفاعية. في العصور الإسلامية أخذ الطابع العسكري أكثر، في بداية الفتوحات لم تكن التركيز على المدينة حلب، كان على منطقة قنصرين، ثم انتقلنا أخذت طابعها المميز في الفترة الحمدانية مع سيف الدولة الحمداني. هي مشهورة قلعة حلب سيف الدولة المتنبي، يعني بيربطون مع بعض تماما، وخاصة ابن سيف الدولة عندما صحيح. أحرق نقفور قصر الحلبة أمام باب أنطاكيا، فانتقل ابنه إلى مبنى القلعة، وتتالت وتراكمت الحضارة الإسلامية، العمارة الإسلامية المميزة. ولكن أغلب المظاهر التي نراها الآن حاليا هي المظاهر الأيوبية، تعود إلى فترة الغازي صلاح الدين، الغازي ابن صلاح الدين، الأبراج الدفاعية والتسويرات والحصن السفح المغطى بالحجر. ثم العصر المملوكي أضافوا بعض التحصينات الدفاعية أيضا، وحتى العصر العثماني، واستمرت حتى فترة الانتداب الفرنسي كان فيها حامية، وقام أحد ضباط الحامية حين ذاك بأخذ المحراب الخشبي الذي كان موجود والمنبر الخشبي الذي كان موجود في المسجد الصغير إلى فرنسا، وعلى إثره تشكلت جمعية العاديات في حلب. يعني اليوم ونحن عم نحكي عن تاريخ القلعة أيضا ما فينا ننسى التاريخ الحديث اللي مرت فيه طبعاً. خلال فترة طبعاً. الحرب صمدت القلعة واستبسل بواسل جيشنا العربي السوري لحمايتها طبعاً. اليوم بعد إعادة افتتاحها أمام الجمهور خلينا نحكي شوي عن المكانة اللي عادت إلى القلعة. هلا بالبداية نحن يعني الكل زائر أمام القلعة نذكر دائما يعني أنه يجب أن يتوقف دقائق قليلة أمام الباب يعني ويستذكر عظمة القدماء الفنانين والمعماريين والبنائين والبواسل جميعا المقدمين والمحدثين الذين قدموا وحافظوا على هذه القلعة لتكون فعلا هي رمزية، رمز الصمود بالنسبة لمدينة حلب. بعد التحرير في عام 2018 افتتحت القلعة في تاريخ 15/6/2018، تم افتتاح 3 أيام مجانية، ثم في 18/6/2018 تم الافتتاح أمام الجمهور. القلعة تستقبل الزوار السوريين، أهالي مدينة حلب كيفية بشكل الدخول أساسي. على القلعة يعني نحن بنعرف أستاذ نور كل مكان تاريخي مثلا في إجراءات معينة، لكيفية الدخول هون بقلعة حلب كيف الوضع؟ القلعة تفتتح دائما طولة أيام الأسبوع ما عدا يوم الثلاثاء، هي عطلة معروفة بمواقع التراث السياحي عالميا يعني،
مفتتح أمام جميع الزوار. لاحظنا الفرق بالنسبة للسنة الماضية بال 2019، نسبة السياح الأجانب زادت وهذا شيء مبشر. الشريحة الأكبر المستهدفة هي الزائرة، هي أهالي مدينة حلب، هي تعتبر متنفس لأهالي المدينة، طلاب المدارس، طلاب المدارس الحكومية بشكل رئيسي، طلاب جامعيين. نعم، يعني هالمكان صمد وكان علامة فارقة وما زال هو علامة فارقة عبر التاريخ في حلب. كثير من الحفلات والمناسبات أقيمت على مدرج قلعة حلب. خلينا نحكي كمان هذا العام هو عام حلب عاصمة الثقافة. أبرز الفعاليات اللي أقيمت بالقلعة. تنوعت الفعاليات الثقافية بصراحة على موقع قلعة حلب. على المدرج في أقيم عدة فعاليات فنية وغنائية، وفي فعاليات ثقافية مثل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأيضا في قاعة العرش تم افتتاح معرض. شفنا يمكن لوجو تبع سرطان الثدي على قلعة حلب الماضي. تماما هذا ينار ليلا يعني. حلو. تماما. في فعاليات أخرى يعني بسيطة كشفية ممكن أنه يقوم فيها بعض الفرق الكشفية داخل القلعة. نعم، يعني نحن بنتشكرك كثير على هاللمحة التاريخية اللي عطيتنا إياها عن تاريخ قلعة حلب، وبنتمنى من عن جد تضل هالقلعة هي مقصد كل الزوار إن كان سوريين يعني بشكل محلي سياحة داخلية أو حتى يعني الأجانب. بنتشكرك كثير لوجودك معنا. يعني ودائما بنقول إنه أحلى شيء بالحياة إنك تقعد قدام شيء بذكرك بتاريخ دولتك، فهذا شيء كثير حلو. شكرا لوجودك. نورت وأهلا وسهلا. شكرا لك أستاذ.